سيد العميد، بداية كيف ترى هذه التطورات حينما نتحدث عن قصف أوكراني على إحدى المقاطعات الروسية ومقتل مواطن روسي؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. مساء النور على حضرتك. يعني في الواقع طبعا تسلسل الأحداث الواقعية والميدانية على الأراضي الأوكرانية من خلال الغزو الروسي لهذه الأراضي، طبعا كنا نحن يعني منذ بداية أن انطلقت العملية الهجومية على أوكرانيا كنا نتابع مرحلة مرحلة، يعني منذ بداية الفشل الروسي في تنفيذ البداية يعني من منطقة الانطلاق وحتى خط الهجوم، طبعا تعثرت القوات الروسية ولم تستطيع أن تصل بكامل قواها وقدرتها القتالية إلى خط الهجوم أو إلى خط تنفيذ المهام القتالية على مشارف المدن وعلى المناطق التي طبعا تحيط بنقاط الاستناد الأوكرانية، نقاط الاستناد الدفاعية. ومن ثم يعني جرت هناك أحداث ميدانية تسمى بالطبيعة المحتملة للقوات المدافعة، وتوقفت القوات الروسية في المرحلة الأولى أمام نقاط الدفاع وأمام خط الدفاع الأوكراني وأصبحت عرضة للتدمير.